السلام عليكم البنات، كيف بقيتي ولاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحة وعافية إن شاء الله. اليوم بما أنه الموسم ديال الخضر ديال المكور ليشو أو الملفوف والقرنبيط اللي هو الشيفلور، جيت لكم بواحد الأكلة شهية وشلاضة كذلك شهية اللي بالشيفلور، وغادي إن شاء الله تعرفوا معايا بأن هاد المكور ولا الملفوف ما فيهش السعرات الحرارية بزاف، لذلك أنهم تستعملوه صحاب الريجيم بزاف، ولكن حنا ما نديرو لا ريجيم لا والو، غادي نعززوه ببعض الفيتامينات، غادي نعززوه إن شاء الله بخيزو، غادي نعززوه بالقرعة، غادي نديرو واحد الطريقة زوينة اللي كانوا الآباء ديالنا والأمهات تيديروها زمان، كانوا تيديرو الملفوف ومشرمل. بهالطريقة إن شاء الله غادي تتبعوها معايا. غادي نحتاجو لاصوص طوماط اللي حكيت فيهم، جوج مطيشات بلديين، نص معلقة ديال مطيشة ديال الحك، وبصيلة صغيرة. هذه هي المكونات كلها هنا. غادي نحتاجو معدنوس والقزبر، غادي نحتاجو شوية ديال الثومة، شوية السودانية، طحونة، شوية الملحة. بالنسبة للعطرية غادي نحتاجو إن شاء الله شوية الكمون، شوية الإبزار، شوية ديال الملون الأصفر، غير شوية على حسب الرغبة، اللي ما بغاش ما يديروش بلاش، شي شوية ديال سكنجبير، زنجبيل، شوية ديال الفلفلة حمراء اللي هي البابريكا، شوية الكمون. إن شاء الله غادي نديرو في هاد لالافيتو، أنا تنعيطلها لالافيتو لأنها تدير كل شيء الفيتو، تسهل علينا الامور في الدار، هذه تنفعني بزاف، واللي ما عندوش يمكن له يقطع. بالنسبه لفاش طحنا في ديك الاله تيولي بحال هذا الشكل، هذا حتى الدراري كما تتعرفون تيبغيوش ياكلوا مكور صحيح، بهذه الطريقه غير يمكننا نحببوه لهم بهذه الطريقه، هذه تيولي بحال هذا الشكل هذا. ان شاء الله بحاول يديروه يتبخر، ضروري غادي يتبخر، غادي يتبخر ان شاء الله بحول الله. غادي نزيدو عليه حتى الخضيره هذه، غادي نزيدوها عليه، او القرنبيط غادي ان شاء الله حتى هو غادي نوجدوه كوجبه اللي زوينه غادي تعجبكم ان شاء الله، اللي غتكون مشرمله بالليمون والسحتر ان شاء الله بحول الله، وغادي تعجبكم. بالنسبه للشيفلور غنديرو حتى هو غادي يتسلق ان شاء الله. المكور ديالنا ها هو تيتبخر، هو بديك الخضار، وحنا علينا نكملوه ان شاء الله. والشيفلور ديالنا، الشيفلور كذلك ها هو مازال له غير شي شويش تنبرك عليه، هو قال والو غادي يوجد، وغادي نمروا جميع لاخر مرحله. يلا على بركه الله. دابا غنوصلوا لاخر مرحله، غنديرو الشرمولة ديالنا، لاصوص طوماط اللي طحنتها ورفقتها مع البصيلة، غادي نضيفو عليها العطرية، الإبزار، شوية الكمون، شوية الفلفلة حمراء، سكنجبير، شوية الملون. غادي نضيفو ثومة، غادي نضيفو ديك شوية الملحة، متجيناش مالحة بزاف، غادي نديرو شوية ديال السودانية، فلفلة حارة هي سودانية مطحونة، أخيرا غادي نديرو صفر المعدنوس ديالنا،
وما نساوش الزويته. وغادي ان شاء الله نديرو هاد التقله على ما تبخرنا المكور ديالنا او الملفوف، وغادي نرجعو جميع على نار مهيله. تنديرو هاد الشرموله ديالنا هكا تتغلي، ما تنديروش كاع فيها الماء، تبقى هكا كافيه غير بديك صوص طوماط هكا بهاد الطريقه. صدقوني تجي زوينه، تستاهل ان شاء الله. غير غتشوفوني درتها غادي ديروها ضروري، تستحق تجربة. الشرموله ديالنا هي طابت، غادي نضيفوا لها المكور ديالنا. هنا ريحه غزاله جايه في هاد الشرموله، سلامتكم، جربوها ان شاء الله. صافي غادي نبقاو نطيبها ونجيبها كما هكا، كما هكا غادي نبقاو نطيبها ونجيبوها. غادي نخليوها حتى ما نقسم ديما كانا ولا شي 8 دقائق كاملاش قسمايين، غير على ما تعقد معاها الشرموله. وغادي نرجعوا لطريقه التقديم ان شاء الله. دابا غنرجعوا للطريقه باش غادي نصوبوا الشيفلور ديالنا. بالنسبه للشيفلور ديالنا فغادي نضيفوا له المعدنوس من الفوق، ساهله الطريقه. فين المعدنوس هكذا من الفوق، غادي نضيفوا شويه الخل، غادي نضيفوا شويه الخل، غادي نضيفوا معلقه ديال الابزار ان شاء الله. غادي نضيفوا شويه السحته، شويه السحته بهذه الطريقه. ثم غادي نديرو غير شويه ديال زويته روميه، اي شويه زويته روميه، وكذلك زويته بلديه ضروري. شوفوا على المدة تتعطي هذه الشلاضه معتبره غزاله تجي. هذه هي المقادير ديال الشلاضه ديالنا اللي غادي نبقاو نقلبوا فيها. نعطيك غير معلقه باش ميتشتتش ديك الشيفلور. تتبقى ديال المقادير. Twenty-nine and I find myself wondering what did happen to the last 10. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach.